يلا ولك حنش خلصت العطلة، يلا قومي المدرسة. شنو يابا بعدها عطلة؟ يا شنو يا عطلة يا بطيخ؟ يلا قوم عطلة بعد انتخابات يابا. شبيت ولك خلصت الانتخابات؟ يلا لا تخليني احكي عليك، يلا قوم. هو من اللي انتخب؟ ما حد انتخب، لا اني لا ابوك لا العالم، ما حد انتخب. يلا يابا يلا يا سني، يلا حسوي لك ريوق واجي. يا ويلي على امي، باعوا بيتنا. يا ويلي على امي، هذا المنتج هبا بيتنا، شاكه بالمنطقه اللي قاعده بيها اني، مو منطقه ضيم. احلى شعور انه شنو المنتزه قبالكم، اول ما تجهال يضوجون تودوهم المنتزه، يعني احلى مكان وارقى مكان. يلا قوم حموشي قوم قوم، يلا خلينا نومك، يلا كافي قاعد، لا تروح سوي بيت على نفسك، يلا قوم. اي ماما ما اريد انام نامي. شو ما تتنام؟ يلا ايش قاعد، شو قاعد من الصبح؟ ها بعدك زعطوطي، ايش عندك قاعد؟ ها شو تريد؟ ملحق ملحق على قعدة الصبح؟ اقعدك وتروح تدرس وتروح تقعد من الصبح وهم تشلع قابل نفس اخوك حنش، لا علم ولا دراسة. يلا ويبكي من المدرسة الكسول. هي شنو يابا ما تعرفيني؟ هسه هسه جايتك انا علمك، خلينا نوم اخوك حموشي. يلا حموشي يلا نام، يلا نام. يا زين ماما ما اريد انام. نام قلت لك، وانت جاسم ايش عندك قاعد وصافن؟ يلا قوم للشغل. يا والقلبي والله ما بي حيل اشتغل، تعبان ونعسان اني، ميت من النعاس. شنو ميت من النعاس جاسم؟ اذا انت ما تقوم تشتغل دي وين ساعدت فوق سبايس ماز بخضلتي؟ جاسم قوم لا تعصبني، يلا مين ناكل مين نشرب اذا ما تروح للشغل؟ لازم تروح للشغل وتجيب لنا فلوس، كلها فلوس فلوس بطين، كلها فلوس على بطنس. لا والله بطني لو بطن جهالك 24 ساعه ياكلون. يلا قوم جاسم قوم. هي شنو يما ما تقعدين حلوشة؟ حلوشة دوامها ظهري اوكي، وانت دوامك صبح. يلا قوم قوم المدرسة، يلا راح اسوي لك اكل، واذا ما اكلت اطيح حظك اوكي. اوه سلطاي صبتي تموت المدرسة، ما تموت المدرسة، يلا راح اسوي لك لفة وطماطة وبيض وخس، هاي غصبا عليك تاكلهن. يلا يلا تعالي كل بالمطبخ، يلا مو هنا تاكل. يلا هسه شنو، خلي انظف البيت بين ما تاكل وتروح المدرسة. يلا روح انقلع المدرسة روح. ويلي على امي، انت ما تنام حموش، وانت جاسم قوم للشغل قوم. اوه حصلي عليه اسمالس خلصي، قوم جاسم للشغل لا تعصبني. اسبي اسبسي نعواز، قاعدة من الصبح وميتة تعب، اي ما تشوفني تعبانة، ايش بيك يا جاسم يعني؟ دقوم قوم للشغل كافي فهاوة. يلا يلا قايم قايم. ويلي على امي، شلون انا ويا هيك عائلة؟ جاسم ما يقبل يروح للشغل، حنش ما يقبل يروح المدرسة، وذيك حنوشة نايمة ومنطمرة لا تساعدني ولا تنظف وياي، كل شي واقع براسي. ويلي على امي، صدقي مسؤولية الام كلش صعبة، وهذا حموشي قاعد وما ينام. يلا خلي اخذ المكنسة وانظف البيت، البيت مليان زبل، هم اني مثل الناس وهم عندي بنية تساعدني، ماكو، ضالة بس ماما اريد العب، ماما وديني المنتزه، ماما ماما، بس هاي انا محصلته. وهذا جاسم بدال ما يشتغل ويدلني ويجيب لي ذهب ويجيب لي مدبرة منزل، اقول له جاسم جيب لي مدبرة منزل، يقول لي لا اتزوج مرة ثانية واجيبك وحدة تساعدك. شوف شوف باع باع باع، شو مسوين بالتخوم ومصخيت وصخ زعاطيط، يا والقلبي والله تعبت تعبت من هاي المسؤولية، يعني انا راح اصير ام ليوم كامل، راح اتمرض راح اتعب راح اتكسر، صدق مسؤولية الام مو سهلة. شنو هاي ايش هالضيم هذي؟ اي فاقول له جاسم جيب لي مربية خدامة تساعدني بالبيت، يقول لي لا ازوج ثاني وهي تساعدك. شو اللوتي هذا جاسم؟ عباله اني زوج اقبل. يضحك علي يريد جويسي ما ابو النسوان، جويسي ما ابو النسوان، جويسي ما ابو النسوان، يوميا بصاحب مرة، جويسي ما ابو النسوان، يوميا بصاحب مرة، جويسي ما ابو النسوان. ويلي على امي، خلي اصعد انظف غرفة الزعاطيط، دول الزعاطيط ولا شرعوا قلبي لا يساعدوني لا هاي، وهاي حنوشة ترجع من المدرسة قبل تلف راسها وتنام، يعني هماني مثل الناس عندي بنية ساعدني تشتغل وياي، يعني ما يصير كل شي واقع براسي. يلا خلي انظف غرفة الزعاطيط، عطيطي والقلب كلها زبل، اهل الوسخ 24 ساعة ياكلون ويذبون وراهم، ياكلون حلويات حتى سنونهم تكسرت، كلها حشرات سنونهم مليانة وسخ. ويلي على امي، يلا هسه شنو؟ خل اروح الاسواق اجيب لي ملابس شي، لازم اهتم بنفسي مو كلها للزعاطيط. ايش طلعت هاي اخلص حياتي انا للزعاطيط؟ يلا عسري عسري بين ما اخلص تنظيف. يلا هسه خل ننتقل للمهمة الجديدة، طبعا هذا هو الاسواق مال المنطقة مالتنا، هسه راح اروح له بسيارتي، عندي سيارة حمرا
مره تجنن. سياره نوحة بيكم، طبعا هي سياره مال جويسم بس هو عايفها يمي، يعني مو سياره ضيم تعرفون اني تبوش اعرف اسوق وكذا سايقه وكذا. فهسه شنو، خلونا ناخذ السويتش واروح اسوق بالسياره. طبعا السياق تتخبل، اخذ السياره واروح للمحل اشتري لي كم لبسه واشتري لي منتجات العنايه بالبشره، لان بشرتي صارت لعب النفس وهذا جويسم يروح يعرس علي. يا رب هساني شنو هذا بيت حيل كبير، بيتي لن كبير اتيه بيه ما عندل، يعني هساني وين القباب الشارع ما اعرف منين افوت من هاي. لا هاي غرفتي، هاي غرفتي، لازم افوت من ذاك الباب. البيت مالتي كلش كبير ما شاء الله، ويعني حكي بين انه انا قاعده بمنطقه مال زناقيل طقه طقوقي، يعني مو منطقه ضيم. يلا هسه شنو، خل اطلع بسيارتي واروح اشتري لي كم لبسه. شوفوا هاي المنتزه اللي قدامني 24 ساعه الجهال يعيطون واقويق واقويق شالعين قلبي شلع. شايفين هاي طقاق طاقطيق، انا عندي الانقص من الطاقطيق، عندي هاي المنتزه اللي قباني 24 ساعه الجهال يسعدون بالالعاب ويظلون واقويق واقويق ويعيطون انتو تخافون من الالعاب ليش تصعدون. يلا خلي اروح على طريق اللوكيشن، خلي اشغل اغنيه ترن 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 تن تان تان تن 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 تان تان تن تن. طبعا انا احب الموسيقى، هاي موسيقى مو اغنيه. يوي قلبي طلعت قبل، ابي اعلم هسه لازم ارجع الوف. اوه سويت حادث، يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، شي خلصني من جويسم شي خلصني، هسه ياكل راسي هسه ياكل راسي. هذا جويسم طبعا هو مو مخلي سيارتي امي، قال لي اذا شخطي اقلب الدنيا انه بهستاني سويت حادث شاي خلصنا منه. يما عزي السياره شفتوها شلون طارت، يما بس لا تفلشت. يلا خل على السريع اجيب لك كم لبسه واجيب منتجات العنايه انه ارجع. خلي اركض 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 قبل لا يرجعون الزعاطيط من المدرسه انه بشي خلصني. خلي اشوف شو اشتري شو اشتري يا والقلبي، هاي الملابس انت شو عجب الملابس الصيفيه احنا مو بالشتاء. يلا خلي اشتري لي اشياء لكريسمس، بما انه ما بقى شيء لكريسمس فخليني اشوف شنو اختار شو اختار شو اختار. خلي افكر يا رباني من اشتري ملابس كلش اتعب احيل شو اشتري. يلا خلي اشتري هذا البنطلون، وبعد شو اشتري اشتري هذا القميص. ويلي على امي هسه شنو، خلي اروح اشتري بعد مكياج. طبعا زعطت هسه يقومون يبكون يقول ماما مشتري بس لنفسك، اني 24 ساعه اشتريهم من الباله 24 ساعه، ما مخليه لبسه من الباله ما جابت لهم اياه، بس هم عيني ما يردون لبسه من الباله يردون كله جاهز. ويلي على امي. يلا خلي اشوف بعد المكياج اللي احتاجه ايش اشتري، اشتري هاي وبعد شو اشتري شو اشتري شو اشتري. طبعا اني الفلوس ما طاني جاسم فلوس، رحت بقيت من الجزدان مالته ورحت اشتري، كل ما اقول اعطيني فلوس ما يعطيني، فماكو غير حل ابوق من الجزدان مالته وراح اشتري بيهن. اي بس تقولون حرام، ترى مو حرام عادي، هو جويسم حارمني من الفلوس واني اخذ منه جزدانه. اي لعد شنو يعني شنو اظل ميته من الجوع يا والقلبي. يلا خلينا نشوف شنو اشتري بعد، خلي اشتري احاول اشتري سله كامله مليانه منتجات عنايه حتى لا اضل اشتري منها ومنها. يلا خلينا نشوف بلاش راح نشتري السله مال العنايه شو ماكو. يما انه بالوقت ضدي خاف اخسر وتنعاد من جديد وتعاي عيدي من جديد وتلعب نفسي. يس يس لقيتها السله الحمد لله لقيتها السله. يلا هسه شنو، خلي ارجع للبيت هسه القى الزعاطيط قلبيني الدنيا. هاي غزلي هاي شيلي غزلي كسلت هاي مداحه بالسواقه. يا والقلبي رجعت من السوق هاش بي حنش يبكي، دخلت البيت لقيت حنش واقع بالقاع ويبكي. يا ويلي هسه خلصنا من جاسي يقوم يحكي علي يقول لي ها مداحه بالسواقه وعايفه جهالك. يا ربي الف مره قالت له حنش لا تلعب بالباسكيل، يعني شلون لازم يشلع قلبي الا يلعب بالباسكيل. قلت له هذا الباسكيل يوقع عليك انت ما تعرف السوق، انت واحد فاهي زعطوط بزعطط ما اعرف ما اعرف. هاي شالع قلبي هالزعاطيط راح يجلطوني، يعني والله العظيم فد معاناه كانوا جهال مرتاحه منهم مش كبرهم. ولك حنش مو قلت لك تلعب بالباسكل، قلت هاي يابا تعالي زي كسرت بعد ما اقدر امسح عليها يا شذي بعد ما اقدر اروح المدرسه. ها ولك يعني كلها ما تروح المدرسه، يلا خلي اعالج لك اياها. شو مسوي برجليك ولك مكسرها انت خاف كسرت حتى تروح المدرسه؟ لا والله يابا ما قصرت عن عمز، انا بعد ما اقدر اداوم حقدي زازه، اخذ لك اجازه مو انا اعلمك حنش انا اعلمك. الف مره قالت لك هذا الباسكل تلعب بيه، هذا الباسكل يوقعك، هيك احسن لك لو انت تكيف حتى تغيب من المدرسه. اوف يا حنش اوف، يوقع نفسه من الباسكل حتى شنو؟ يغيب من المدرسه، ما يحب المدرسه، ثوني حتى ما اقدر ما اعرف مين، حتى ما اعرف ادخل الباب. يلا خلينا ننتقل للمرحله الجديده ونشوف شنو منتظرنا، يا رب وش هالتعب. يلا هسه شنو؟ خلي ازرع الزرعات. طبعا هذا حنش
بعد ما يقدر يداوم المدرسة. إيه لان عيني يقول رجليه انكسرت، لازم هسه بعد ما ازرع الزرعات اخذه للدكتور واشوف الدكتور شو يقول. صدق يعني رجليه تكسرت؟ صدق بعد ما يقدر يداوم؟ المشكلة هو عنده امتحانات وما بقى شي نص بالسنة، لازم يداوم ويقرأ ويحضر واجبات. شلون انا ويا ذول الزعاطيت يدورون عذر يطلعون عذر من جوا القاع؟ هسه شرح اسوي، راح اضحك عليه، راح اقول له حنش انت مو تقول رجليه توقعني، خل اوديك للمنتزه. اذا قال لي اروح للمنتزه وما بي شي يعني هو ما بي شي وماكو داعي اوديه للدكتور. بس اذا قال لي اني رجلي توجعني وما اقدر اروح المنتزه يعني هو صدق مريض ولازم اخذه للدكتور واعالجه. انا اعرفه حلش، اعرفه هو، اعرفه ذا لوتي وذا مو لوتي. اي انا ابني لوتي طالع على ابوي. يلا هسه خلي ازرع الزرعات، بعد ما ازرع الزرعات اروح اختبر حنش واشوف بالله يقبل اوديه للمنتزه. لو لا طبعا ما اوديه للمنتزه، اضحك عليه. اذا شنو ودي المنتزه؟ شايفين اسعار هاي الالعاب؟ هي العاب تلعب النفس ما زعاطيت. هاي اللعبه ب$5 وهاي اللعبه ب$10، شكو مين اجيب فلوس انا قاعده على بنك؟ يلا خلي ازرع الزرعات. طبعا انا كلش احب الزرعات، الزرعات عباره عن راحه نفسيه، من ازرع الزرعايه وتكبر قدام عيني فد ارتاح هيك تجيني راحه نفسيه. يلا هسه بعد ما زرعت الزرعات خلي اروح الحنش اشوفه وينه ايش دي يسوي. يا ربي انه بهاي حنوشه راحت للمدرسه. حنوشه ما تشلع قلبي نوعا ما، تحب المدرسه، بس هذا الحنش ما يحب المدرسه. اذا وديه للمدرسه النوبه ينهزم ينهزم. يلا خلي اروح له. حنش رايك اوديك المنتزه نلعب العاب خطيره وديلاب؟ شو رايك؟ اي ما اي ادي العب الالعاب انا. يلا خذين المنتزه هذا القبان بيزنه. يلا يلا اوكي تعال روح بالسياره. هيا شيلي ماش عجب السيارة، هي مو قبل بيتنا ليش نروح بالسيارة؟ حنش تعال ورايا وما عليك. هي انا وانا احب اطلع بالسيارة، عسى ما هيجي اروح للحمام اروح بالسيارة. اوكي يلا تعال وراي. هاي هاي ما ادلس بيها، سيسي تروح بالسيارة هي اللي متزاق قبل بيتنا. يلا امشي يلا امشي، من قول شي مكسورة امشي. هي ما مو دابصي. يلا قابس بياني، خاف رجليك مكسورة، دارجيك مكسورة ما اروح الملاعب. هي لا يما ما بيها صياني، يلا ودي الملاعب العب العاب العاب خطيره. يلا تعال وراي، يلا تعال خلينا نروح نلعب العاب خطيره انا وياك. احبس يا احلام بالدنيا، هي شنو هم زي ما وديتينا العاب انا فرحان كلش كلش. يلا يلا تعال اصعد بالسياره، يلا خلينا اوديك الالعاب. يلا اصعد يلا يلا صعدت. يلا تاكتيك تكتكه، والله لا روح لامك واحكي لها عن قصتك. تاكتيك تكتكه تشاك تشيك تشاك تشيك. يلا يما يلا ودي بسرعه بسرعه خلينا نلعب العاب. يلا يلا هنا وقف هنا. يلا وقفت ايش مالك متحمس؟ يلا انزل يلا تعال خلينا نشوف والله الالعاب بيس. يلا يما الله الله متحمس انا متحمس. يلا سلام عليكم عيني، بيش هاي اللعبه؟ هاي اللعبه ب$10، هاي ايش دعوه؟ هاي ايش دعوه ب$10؟ ما تقولوا لي صاعده اني. لا 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 مو حلوه هاي، هاي بيش هاي ب$10. يا والقلبي شنو هالالعاب ليش غاليه؟ ملابسه كريسمس صعدنا الاسعار، ويلي على امي عيني. لا 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 لا, لا ما اريد العب. يلا الحين ايش تعال خلينا نرجع البيت. اي لازلي اي لازلي ودي الدكتور، يا ودي الدكتور زعزعني. يا والقلبي مو هسه كلش ما كان بيك. لا يا ماني مليز ودي الدكتور، يلا ودي الدكتور. يلا تعال تعال هسه قلت لك كلش ما بيه، وديتك الالعاب وقلت لك كلش ما بيه، بس انا ليل ما لعبتك بالالعاب طلعت عذر رجليك مكسور. يلا امشي يلا يلا تعال خلي اديك للدكتور اشوف والله الدكتور شو يقول. يابا يابا ادي الدكتور بعد ما داوم. هسه تو قلت لي اني ما بي شيء، وديتك للالعاب وفرحت وقلت لي اني طبيت ما بي شيء، ليش تكذب؟ ها كذاب والله مو كذاب، والله مو كذاب، والله زي مكسوره يا سني يا سني، حتى العاب ما قدرت تلعب. اي اي تفدلوتي فد واحد نصاب، اني سويت بيك مقلب، سني مقلب سويتي بيا، سويت بيك مقلب وديتك للالعاب ورت اشوفك انت صاحي لو مو صاحي، بس اني كشفتك ان انت صاحي. والله مو صاحي انا، والله مكسر. يلا خلينا نصفط خلينا نصفط يم المستشفى، دي صدفه عدد يا امي تتعفي صفطين، انت بالصياقه يا سني. اسكت ولك اسكت اسكت، راح تخسرني 50,000. يلا تعال خلينا نروح للدكتور. هاي رجلي توجعني، رجلي يا ما توزعني، هاي اخذي لي اجازه مده سنه. اخذ لك اجازه مده سنه مو خل اركض يا ربي، يريد اجازه مده سنه. خوب قول لي يا بطل مو احسن؟ هيا شيل يابا غيري بليز وزي مكسوره قاعد اضحك عليه ثاني. هسه وديتك الالعاب كل شيء ما بيك. سلام عليكم عيني، اريد كشفيه من الدكتور، اريد كشفيه ب 50,000.
شي دعوة 50,000 ما تقليلي. هذا الموجود يا والقلب. تعال يلا تعال ورايا تعال خروح للدكتور. يا دكتور شوف ابني شبي هسا سوي له صحة ونصوف ابني سسبي بس لا تبصين. يلا عيني انا ما اريد اغيب المدرسة. يلا يلا هسا نصوف والله هاي الصونات تنطنين ما بيها سي لزلي صحك عليه اسهازة صوفي لزلي ما بيها سلي. ولك حنش رجلك ما بيها شي. يلا قوم ارجع البيت خلا وديك المدرسة. ياهو والله ما ليس يا سني حبايبي الحلوين اذا تردون حنش اوديه للمدرسة وصلوا المقطع 50,000 بلايك بعناد حنش حتى اوديه للمدرسة. لا حبابي لا حبابي.